بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. احنا اليوم في منطقة الشباب بداية موسم الجز. احنا اليوم في مراحل حاجز صالح كراكوز. طبعا احنا الجز نتاعنا موسم الجز نتاعنا ديما في شهر 5، لكن قروب حلول شهر رمضان المبارك، فقلنا بنجزوا تو قبل نخش علينا شهر رمضان. ونشكر الشباب اللي فزعونا من المنطقة، حقيقة عاونونا وبارك الله فيهم. والشباب هادو قالوا احنا مستمرين للمربين كامل ان بيدور عليهم وبيجزوا معاهم بيعاونوهم قبل شهر رمضان. ونسال الله العظيم ان ربي يغيثنا ويبارك الله في رزق عمي صالح، وبارك الله فيكم على حضوركم هنا معنا في الجز هذا. نشكر الوكاله نتاعكم وبارك الله فيكم.